السلام عليكم، بشرى لوفي عضو رئيسة لجنة المقاولات النسائية بالغرفة التجارة والصناعة بمنطقة الرباط صلاة والقنيطرة وخيمسات. الوغ اليوم كان عندنا واحد الاجتماع تقريبا في إعطاء الانطلاقة لبرنامج مبادرة تموين نساء المقاولات واي فاي للتجارة الموجهة لفائدة نساء المقاولات بالمغرب. وهذا هو علاش دار هاد البرنامج ديال الواي فاي اللي غادي يكون يعني واحد البوابه للولوج ديال الطرف يعني المقاولين. اكزاكتومون، لان هاد الاي كوميرس ولا مهم، ولا حنا دابا تقريبا من كل شيء كاع الشركات والمقاولات المقاولات بصفه عامه ولو كيلتجؤوا للبرنامج ديال الاي كوميرس، لان سي امبورطون، لان هو اللي كيزيد في المبيعات ديال المنتجات ديال كل مقاول. لذلك دابا تقريبا في هاد 2023 تعملت واحد الانطلاقه ديال واحد البرنامج من طرف بي ام او مع البنك الدولي. لذلك هذا تعطى هذا البرنامج لاطلاق باش يساعدوا المقاولات النسائيه، ماشي يعني تقريبا اون فورماسيون كدار لهم اون فورماسيون في لو اي كوميرس باش يلقى واحد السهوله في الاستعمال ديالو باش يزيدوا في المنتوج ديالهم. الغرودي زينب، رئيسة الهيئة المغربية للنساء المقاولات بجهة الرباط صلاة القنيطرة. جينا لهنايا تحت اللواء ديال الغرفة التجارة الصناعة والخدمات بجهة الرباط صلاة القنيطرة باش نعرفوا الشراكة ديال المبادرة، مشروع المبادرة وي فاي اللي كاين الشراكة ديالو مع البنك الدولي وماغوك بي ام او، باش نعرفوا شنو كيديروا بحال هذا البرنامج هذا والتمويل اللي كيمكن اليوم يقدموه لينا. دونك حنايا جد فخورين بزاف لحقاش عندنا مستفيدات على مستوى ديال المغرب كامل، واللي كيتسناو ومتشوقين على التسويق الالكتروني واللي هو مطلوب للنساء لا في الجهه المدينه ولا القرويه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.